السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام أخوات فاضلات، وصلنا معكم إلى الجزء الأخير من الفصل الخامس من منهج نظم التشغيل الأكاديمي، واللي راح نتحدث به عن أمثلة عن السنكرونيزيشن أو مزامنة العمليات في نظم التشغيل المعروفة مثل سولاريس، ويندوز، لينكس، وبي ثريدز. بالنسبة لنظام سولاريس فهو يعني يقوم باستخدام الكثير من أدوات السنكرونيزيشن اللي تحدثنا عنها في المحاضرات السابقة. بشكل رئيسي هو يستخدم اللوكس الأقفال لدعم المالتي تاسكينج، تعدد المهمات أو تعدد الثريدز، مالتي ثريدنج، بما فيها الريال تايم ثريدز يعني او يعني الاجزاء البرمجيه في الزمن الحقيقي، وكذلك بالنسبه للمالتي بروسيسنج اللي هو تعدد العمليات. يستخدم ايضا ما يسمى بالادابتيف ميوتكس اللي هو الميوتشوال اكسكلوجن لافيشنت فور افيشنسي يعني لزياده الكفاءه، عندما يعني فور وين بروتكتنج داتا فروم شورت كود سيجمنتس يعني كي يقوم بحمايه البيانات من المقاطع الكودات الصغيره. طبعا يبدا از ستاندرد سيمافور سبين لوك في البداية، يبدأ يعني كأنه عارض الطريق قياسية تستخدم السبين لوكس اللي تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة. إذا كان القفل ممسوك من قبل أي عملية أخرى and by a thread running on another CPU spins. إذا كان القفل ممسوك but by non run state thread، يعني إذا كان القفل ممسوك من قبل thread يعني غير ليس في حالة عمل حاليا، فإنه block and sleep waiting for signals locks of being released. يعني هنا راح يقوم بقفل العمليه ويعني الدخول في حاله السليبنج بالنسبه للسيجنالز الخاصه بهذا القفل الذي يعني ننتظر تحريره. كذلك يعني طبعا هو تلاحظ انه هنا الادابتيف ميوتكس سبق الحديث عنها، هنا فقط يذكر لنا الاليه اللي من خلالها يتم استخدامها في نظام السولاريس. ايضا يستخدم الكونديشنال فاريبلز تحدثنا عنها سابقا، يستخدم الريدر رايتر لوكس ايضا تحدثنا عنها سابقا. هنا يستخدمها فقط اذا كانت عندنا longer sections of code need access to data. هنا تلاحظ انه اكو عندنا short data segments، يعني اذا كان عندنا ال critical section اللي هو مقطع الكود الذي يحتوي على بيانات مشتركه، اذا كان قصيرا فنستخدم adaptive mutex، اما اذا كان طويلا فنستخدم reader writer locks. ذلك يستخدم ال turnstiles. turnstiles هذه تعتبر كانه البوابات الدوائر، يعني اذا ملاحظين في البنايات الكبيره هناك الباب الذي هو عبارة عن باب زجاجي تقوم بدفعه ويعني فيقوم بالدوران في مكانه لكي يسمح لك بالدخول. فهذا أيضا هو يعتبر نوع من أنواع السنكرونيزيشن تولز المستخدم في نظام التشغيل السولاريس لترتيب العمليات في ليست يعني في قائمة للثريدات التي تنتظر الحصول على adaptive mutex أو reader writer locks. Turnstiles are pre-lock holding thread, not pre-object. يعني هنا turnstile يتم تخصيصه لكل واحدة من الأقفال وليس لكل واحدة من الأوبجكتس. أيضا هنا نستخدم ما يسمى بالpriority inheritance اللي تحدثنا عنها سابقا لكل واحد من turnstiles لكي تعطى إلى الrunning thread، إلى الثريدات التي هي في حالة running حاليا، the highest of the priorities of the threads in the turnstile. تعطى فقط للثريدات التي تمتلك أعلى أولوية في التيرن ستايل او في طابور الانتظار. بالنسبه للمزامنه في نظام تشغيل الويندوز ايضا تستخدم الانتربت ماسكس اللي هي اقنعه المقاطعه لحمايه الوصول الى البيانات او الجلوبال ريسورسز اللي هي الموارد العالميه او المشتركه بين كل العمليات في انظمه اليوني بروسيسر اللي هي انظمه المعالج الواحد. ايضا تستخدم السبين لوكس بالنسبه للانظمه المتعدده المعالجات، والسبين لوكينج ثريد ويل نيفر بي بري امبتد. هنا يعني الثريد الذي هو في حاله سبين لوكينج من المستحيل إخراجه أو يعني تركه بدون إكمال تنفيذ العملية. أيضا تستخدم الـ Dispatcher Objects User Land which may act as mutexes, semaphores, events or timers. يعني هنا أكو عندنا فشي يسمونه Dispatcher Objects اللي هي قد تكون mutexes أو semaphores أو events أو timers. الـ Events هنا بصورة عامة يعمل مثل الـ Conditional Variable. الـ Event هو يعني الترجمة الحرفية أنه هو حصول حدث معين، هنا يقصد بها انه هي فد شيء يعني كود برمجي يشبه الكونديشنال فاريبلز. التايمرز نوتيفاي وان اور مور ثريدز وان تايم اكسبايرز. التايمر هنا هو مجرد يعني مؤقت زمني فقط يقوم بابلاغ الثريد واحد او اكثر عندما يكون الزمن المخصص لها لاستخدام فد ريسورس معين قد انتهى. الديسباتشر اوبجكتس ايضا قد تكون سيجنال ستيت بالنسبه للاوبجكت اذا كان الاوبجكت افيلبل، او نون سيجنال ستيت اذا كان الثريد ويل بلوك. يعني هنا اكو ايضا يمكن استخدامها بحالتين، بحاله السيجنال ستيت والنون سيجنال ستيتس بالنسبه لكل واحده من هذين اللي هي الميوتكسز او السيمافورز او الايفنتس او التايمرز. اما بخصوص نظام اللينكس والسنكرونيزيشن في داخله، فايضا قبل الفيرجن 2.6
كان عندنا يستخدم فقط disables interrupts to implement a short critical sections. بعد الفيرشن 2.6 وما بعدها أصبح عندنا عملية الفول fully preemptive، أي أنه أصبح preemptive مثل ما ذكرنا سابقا هو حق الشفعة أو الواسطة، بحيث أنه إذا كان لدينا عملية قابلة لعملية قابلة للpreemptive، فإذا عند وصول أي عملية أخرى أكثر أولوية من عندها، فراح يقوم المعالج بإخراج العملية الحالية ووضعها في الويتنج كيو، ويقوم بتنفيذ العملية الواصلة حديثا، ثم بعد ذلك يقوم بإرجاع العملية التي سبق وعملنا لها preemption. أيضا اللينكس يستخدم السيمافورز، الأتوميك انتجرز، سبين لوكس، ريدر رايتر فيرشنز اوف بوث، وهذا كنا نتحدث عنهم سابقا في المحاضرات السابقة بشكل مفصل. On single CPU system، يعني في الأنظمة التي تحتوي على معالج واحد، spin locks replaced by enabling and disabling kernel preemption. أيضا هذا الشيء طبعا يشبه إلى حد كبير الشيء الذي لاحظناه قبل قليل في الويندوز، أنه هنا ممكن أنه إذا كان عندنا يوني بروسيسر نستخدم الماسكس، أما إذا كان عندنا ملتي بروسيسر فراح نستخدم spin locks، واللي راح تمنع preemption بشكل يعني نهائي. هنا أيضا إذا كان عندنا نظام تشغيل يحتوي على أو يعني نظام حاسب يحتوي على CPU واحد، فإن السبين لوكس يتم استبدالها بالإنيبلينج والديسيبلينج، يعني التمكين والتقنين للكيرنل بريمبشن. النوع الأخير من السكرونيزيشن اللي هو البي ثريدز، وهذه أيضا يعني هي تعتبر أي بي أي أبلكيشن بروجرامينج انترفيس، هي مستقلة عن نظام التشغيل، يعني يمكن استخدامها في أي نظام تشغيل، وهي غير خاصة بنظام تشغيل دون نظام تشغيل آخر. أيضا هي توفر لنا الميوتكس لوكس والكونديشن فاريبلز. بالنسبة للنون بورتبل فيرجنز انكلود ذا ريدر رايتر لوكس والسبين لوكس. تلاحظ أنه هذين الأربعة يعني هن الأغلب يعني مستخدمة في أغلب نظم التشغيل على اختلافها. طبعا هناك طرق يعني أخرى متنوعة لتوفير السنكرونيزيشن في العمليات، واللي هي ما لها علاقة بنظم التشغيل، ممكن تنفيذها في أي نظام تشغيل آخر. مثل من أمثلتها يعني الترانزاكشنال ميموري، الأوبن أم بي، والفانكشنال بروجرامينج لانجويجز. بالنسبة للترانزاكشنال ميموري أو الميموري ترانزاكشن، هو عبارة عن سلسلة عمليات ريد ورايت للذاكرة ذات ار بيرفورمد أتوميكالي، التي تنفذ بطريقة غير قابلة للمقاطعة. فهنا مثلا إذا كان عندنا void update read and write memory، هنا كل واحدة من العمليات تدخل في حالة الابديت أو اللي هو transaction memory تكون atomic، يعني غير قابلة للمقاطعة من قبل العمليات الأخرى، وهذه تعتبر هي أيضا واحدة من أدوات synchronization المستخدمة. النوع الآخر اللي هو OpenMP، واللي أيضا تحدثنا عنه بشكل مختصر في الجزء الأول أو الثاني من هذا الفصل، هو عبارة عن مجموعة من الكومبايلر directives اللي هي التوجيهات الكومبايلر والAPI، التي تدعم البارالل بروجرامينج، تدعم البرمجة المتوازية، بحيث أنه أيضا كل جزء من أجزاء البرنامج الذي هو عبارة عن critical section يحتوي على وصول إلى بيانات مشتركة، نقوم بوضعه في داخل هذا البراغما OMP critical. أيضا هنا void update integer value، هنا نضع البيانات اللي هي critical section، بعد ذلك count plus يساوينا value، يعني count يساوينا count زائد value. The code contained within this pragma OMP critical directive is treated as a critical section and performed automatically. يعني كل جزء من أجزاء الكود الذي يوضع في هذا المقطع يتم معاملته على أنه critical section، يعني مقطع حرج يحتوي على بيانات مشتركة، ويتم تنفيذه بدون قابلية المقاطعة له. وأخيرا functional programming languages اللي هي لغات البرمجة الوظيفية، هذه طبعا تقدم لنا فد different paradigm اللي هو يعني نموذج برمجة مختلف تماما عن الـ procedural languages اللي احنا متعودين عليها عادة. And that does not perform does not maintain state، يعني لا يقوم بالحفاظ على الحالة السابقة للمتغيرات. المتغيرات هنا يتم معاملتها على أنها immutable، غير قابلة للتغيير، ولا يتم تغيير حالتها once they have been assigned a value. يعني هنا المتغير اللي احنا نعرفه أنه هو اسمه متغير، يعني هو يتم تغيير حالته بشكل مستمر، إلا أنه هنا يتم معاملته على أنه هو قيمة ثابتة غير قابلة للتغيير. أول ما يتم تخصيص أي قيمة لهذا المتغير، فمن الصعب أو من المستحيل تغيير هذه القيمة بعد ذلك. أيضا هناك اهتمام كبير جدا بهذه لغات البرمجة اللي هي الفانكشنال، لغات البرمجة الوظيفية مثل لغة الإيرلانج والسكالا، لأنه هي توفرنا طريقة مختلفة وجديدة في معالجة الداتا ريسز اللي هي أو يعني السباق على البيانات، واللي هو يعني ملخص الكلام في هذا الفصل اللي هو يعني السنكرونيزيشن أو الوصول إلى البيانات المشتركة بشكل متزامن. هذا هو كل ما يخص البروسيس سنكرونيزيشن في الفصل الخامس، وانتظرونا إن شاء الله في الفصول القادمة. شكرا جزيلا ومع السلامة.